مش عايزة من ربنا اللي انا اشوف ابني واقف قدامي، بس يبقى كتر خيركم قوي كده. بإذن الله هيقف، وبإذن الله هيمشي وهيلعب في وسط اخواته وفي وسط اصحابه الاطفال، وهيبقى زي الفل وهيعمل العملية بإذن الله، وربنا بإذن الله هيجبر بخاطركم. يا رب ان شاء الله، تتمنى من ربنا كده ان هو يقف بس ويتحرك، مش عايز اكتر من كده. لو يقف على مسند انا موافقة، يقف على كرسي ستاند كده انا موافقة، بس المهم ان هو يقف على رجله. ودخل الحضانة المرة اللي فاتت ما قبلوش عشان هو ما بيمشيش. لسه اشوف محمد صلاح، عايز اشوف محمد صلاح ليه؟ عشان نلعب كورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي موقع وجريدة العامل المصري. من داخل محافظة الفيوم نرصد لكم معاناة أب وأم نفسهم إن هم يشوفوا ابنهم بيلعب مع إخواته وباقي الأطفال زمايله. في بداية حلقتنا كنا عايزينك تعرف نفسك على متابعي موقع وجريدة العامل المصري. محمد عبد الوهاب مصطفى. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا فندم. كنا عايزين نعرف إيه حالة الطفل سيف؟ والله سيف هو مولود وهو عنده عيوب خلقية، كان عنده مية على المخ وكان عنده كيس مية على فقرات الظهر. اتحجز في المستشفى 9 أيام في الحضانة، والدكاترة بعد ما خرجوه قالوا لي الكيس ده اللي هيلمسه أو اللي هيجي جنبه ممكن ينفجر ويموت يعني. كيس المية اللي هو كان في ظهره ده، كان عنده كيس ميه على ظهره، فطبعا ده كان ليه معامله خاصه جدا بالنسبه للتغيره بتاعته، وكان معيشنا في قلق وفي رعب جامد جدا صراحه ربنا يعني. وبعد ما حولنا على مصر يعمل العمليه بتاعته عملها وعنده 28 يوم. يعني كنت بتتعاملوا مع الطفل على اساس ان لو حد لمس كيس الميه اللي في ظهره نفسه هيموت؟ قال الكيس الميه ده لو اتفتح او حد لمسه وانفجر ممكن الطفل يموت. بالنسبه لكيس الميه اللي كان على الظهر، تمام، وطبعا لما عملوا له اشاعات وتحاليل وكده فثبت ان هو هيبقى عنده شلل نصفي وفقد الاحساس بنص التحتاني ده خالص. بعد كده تحولنا على مصر مدينة نصر، عملنا هناك العملية بتاعته والحمد لله يعني، بس الدكتور قال لي رجله مش شغالة، مدانا اقرار على كده ان رجله ما كانتش شغالة، بس الحمد لله بعد العملية قال لي رجله الحمد لله شغالة، بس هتتبع علاج طبيعي. عملت له العمليات طبعا بعد ما اتولد كان عنده 28 يوم. بعد كده بقى عملية بالنسبة ايه؟ اللي هي عملية الشنط صمام جهاز راكب المخ، وده فايدته ايه؟ ده فايدته ان هو بيسرب المية اللي على المخ للمعدة عشان خاطر ما يتكونش المية دي ما تكترش في المخ، طبعا بناء عليه الدماغ دي يعني لو تقصد ان دماغه فيها ميات بتفرز دايما. بالظبط. الحمد لله مع العلاج الطبيعي بدأ ان هو يستجاب بيه يعني، الحمد لله فضل من عند ربنا. يعني دلوقتي هو بيحس برجله ولا لا؟ دلوقتي الحمد لله في احساس برجله شوية عن الاول بكتير الحمد لله. الاول ما كانش في اي احساس خالص، ولا كان بيقدر يقف عليه ولا يسند عليه ولا اي حاجة خالص، ولا كان يعرف يحبي ولا الكلام ده خالص. الحمد لله دلوقتي بقى احسن من الاول شوية الحمد لله. يعني دلوقتي يقدر يقف على رجليه ولا لا؟ لا ما بيقدرش يتحمل ان هو يقف عليه. طبعا كشفنا له في كام دكتور عظام قالوا يعني ان في امل ان هو يتعمل له عملية الخلع الخلق اللي هو في الحوض ويقدر يقف على رجليه وكده. بس طبعا الكلام ده فين؟ الكلام ده انا كشفت له هنا طبعا في دكتور عندنا هنا من الفيوم بيجي من مصر، تمام، ووديناه وكشفنا له. بالنسبة لسيف قال لي هو ليه عمليات مش مالوش، هو سيف المفروض محتاج 4 عمليات مش 2، 2 في الحوض و2 في رجله من تحت في القلبة بتاع رجله. نفسي ان اخويا يمشي زينا ويروح المدرسة ونفرح بيه، هو بس نفسنا في كده، مش عايزين حاجة تانية الا هو بس يمشي كده زينا ويروح معانا في كل حتة ويلعب معانا مع اصحابنا. هو ما دخلش المدرسة خالص؟ لا هو دخل الحضانة المرة اللي فاتت ما قبلوش عشان هو ما بيمشيش. أنا نفسي سيف يمشي زينا ويروح المدرسة معانا. يعني عايز تمشي انت واخوك المدرسة مع بعضيكم؟ أيوه. أنا معايا إشاعاته ومعايا تحاليله اللي عملناها مع عند الدكتور ده، الدكتور اللي أنا تابعت معاه آخر دكتور رحت له دوت طبعا، والإشاعات بتاعته هي آخر إشاعات اتعملت ديت،
وطبعا احنا مع الدكتور ان هو قال سيف ليه عمليات بس مش دلوقتي، يعني ما فيش امكانيات ان احنا نعملها له هنا. يعني انت ظروفك المادية نفسها ما تسمحش ان انت تعملوا العملية نفسها؟ لا طبعا، عملية ظهره لوحديها كانت مكلفة 30,000 جنيه، واتعملت على نفقة الدولة لأن مفيش إمكانيات ليها. اتعملت في التأمين الصحي؟ اتعملت في التأمين الصحي في مدينة نصر في مصر، واللي عملها دكتور كبير استشاري اسمه دكتور عصام عبد المنعم، جزاه الله كل خير. صراحة ربنا ما سابناش، وقف معانا لحد الآخر في العملية بتاع سيف، والحمد لله فضل من عند ربنا العملية نجحت وكل حاجة، بس هي رجله مفيش تحمل ليها. قول لي يا سيف، نفسك في ايه؟ نفسي اشوف محمد صلاح. عايز تشوف محمد صلاح ليه؟ عشان نلعب كورة. عايز تلعب كورة مع محمد صلاح؟ ايوه. نفسك في ايه تاني غير انك تشوف محمد صلاح؟ نفسي اشوف محمد صلاح. لا، ايه تاني غير محمد صلاح؟ نفسك في ايه تاني؟ نفسي في تورته. تورته؟ ايوه. طب نخلص بس الاول بعد كده نشوف موضوع التورته ده. نفسك في ايه تاني؟ نفسي اقف على رجلي. نفسك تقف على رجلك؟ ايوه ان شاء الله تعمل العمليه وتقف على رجلك. امنيت عليه ان انا اشوف سيف بس واقف قدامي كده زي اخواته، بس مش عايزه اكتر من كده حاجه والله. مش عايزه من ربنا ان انا اشوف ابني واقف قدامي بس، يبقى كتر خيركم قوي كده. بإذن الله هيقف، وبإذن الله هيمشي وهيلعب في وسط اخواته وفي وسط اصحابه الاطفال، وهيبقى زي الفل وهيعمل العملية بإذن الله، وربنا بإذن الله هيكبر بخاطركم يا رب ان شاء الله. اتمنى من ربنا كده.